السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إن إن شاء الله صامدون جامدون ولربنا حامدون، اللهم آمين. في جو طراوة كده زي ما أنتم شايفين، والهواء شديد جميل، يعني نعمل حلقة النهاردة. درجة الحرارة حوالي 41. موضوع النهاردة كان على أحد إخوانكم في القناة من المشتركين، كان بيقول لي بنتكلم في موضوع يعني إيه مفصلي كده، اللي هو يقول لي طب عمال تقول لنا تزكية ونصبر ونصمد. يعني هو للأسف بقاله 4 سنين في روسيا، فشل في الدراسة في أول مرة، وبعد كده التحق في جامعة تانية في مدينة أصغر، وماشي كويس يعتبر. اهو دي تاني سنة لي، يعني قعد سنتين في الجامعة الأولى ودي تاني سنة في الجامعة التانية. بس بيقول لي يعني الحياة هنا ما تحسش إن أنت هتعمل طفرات زي ما بتقول لنا كده، الحياة هنا ما تحسكش إنك تقدر تلاقي زوجة كويسة زي ما بتقول لنا، المسلمين بيقول لي اللي قابلتهم ما تحسش إن هم ناس مسلمين بجد زي ما بتقول لنا، قال هم فين دول؟ يعني بعض الطرق اللي قلت له يعملها هو عمل جزء منها وحس إن هو كده يكفي، وان مفيش عائد، وان مش الموضوع لا يستحق ان احنا نهرتل بقى زياده زي على حد قوله. وبيقول لي والمقابل ايه اصلا؟ مفيش. فيعني الواحد فجره، الفجور مع النفس بيوصل احيانا لمراحل مدمره للنفس اكتر من الاخرين اللي حواليك. دي حاجه. الحاجه الثانيه عدم احساسك بموضوعيتك. يعني مثلا واحد ربنا انعم عليه بان هو جه روسيا، وانعم عليه ان عنده اهل يدفعوا له او يصرفوا عليه الدراسه، وربنا انعم عليه ان هو لم يتعرض لمشاكل، مثلا حد يتخانق معاه يزعله يضربه، الدعوات ما تطلعلوش مثلا، حاجات كتير كده صغيره بايخه ما حصلتلوش والحمد لله. مش عارف قيمه اللي عنده، فاكر ان ده عادي، يعني ده اقل حاجه اصلا. وبرضه اما يبقى في الواحد في موقف سيء وصعب وبتاع، وربنا يفتح عليه ويسهل له كل المشاكل او تتحل له كل المشاكل، يرجع يفجر تاني. يعني ايه يفجر؟ يعني يفقد الثقه في الله، مش عايز يعمل حاجه جديده، يعني مش عايز يواظب على الصلاه مثلا، مش عايز يدور على مسلمين، يقول لك اعمل بيهم ايه؟ السجاير مثلا يبطلها شويه ويرجع لها، يقول لك خلاص اصل بطلت السجاير، ايه اللي حصل يعني؟ بص يا اخي، زي ما بتعمل المعصيه 8 سنين و7 سنين وبتصبر وبتصمد عليها وبتنتظر العائد منها وما بيجيلكش، فاصبر على الطاعه نص المده دي، مثلا 3 سنين ونص بدل 7 او 6 سنين بدل 12. يعني قعدت في المعصيه قد كده، طب اقعد في الطاعه فتره علشان تاخد العائد. لكن لا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، نحن فعلا عندنا مشكلة في المجتمع العربي عموما، ان ما بنكلمش المسلمين، احنا المسلمين ما بنكلمش بعض على الجنة كتير، بنكلمهم على المعاصي والسيئات والذنوب، وما كان لك وما كان ليس لك فلا تسعى له فانه ليس لك، فان تركته فهو ليس لك. في شوية فلسفة كده، وارضى بالقليل وارضى بالمقسوم، وفين يا ابني الصبر وفين الصمود والكلام ده. انا عارف ان بنتك على الحاجات دي كتير، لكن واحد يقول لك طب ماشي هعمل ده كله والعائد ايه؟ يقول لك طاعه ربنا هي العائد. يعني يا جماعه الدنيا مش كده، طاعه ربنا حلوه وكل حاجه، بس ربنا بيكافئ، وفي حاجه انت ناسيها اسمها الجنه يعني، وبركه الرزق، دي حاجات في الدنيا. بس بكلمك على الجنه، ليه ما بتكلموش الناس على الجنه؟ عشان احنا مش محدش شاف الجنه، صح؟ فمحدش قادر يحكي لك عليها، لكن لو حد شافها هيحكي لك، زي برج خليفه مثلا اللي ورانا ده. في ناس كتير تفتكر ان هو ضخم جدا وبتاعه، ما يجي يلاقيه يعني اقل ما هو تخيل. واحد تاني يقول لك لا يا عم هو ما برج عادي مالوش اي قيمه، وما يجي هنا ينبهر. بس موجود، تقدر تشوفه. احنا في دبي يعني، بالمناسبه يعني. ففي ناس هنا في دبي يعني من العرب المسلمين فقد الامل تماما في نعمة ربنا عليه.
ورغم ان النعم اللي عنده اللي موجوده وهو مش حاسس بيها يعني لم تنقطع اصلا، يعني لسه موجوده ده انت عايش فيها. لكن لا لا لا، ما هو كان عايز حاجات اعلى ما دام ما جاتش يبقى النعمه مش موجوده. بيقول لك الكفره والناس اللي ما تعرفش ربنا عندها فلوس اكتر مني وحياتهم حلوه، يبقى الواحد هين عليه يقول له يعني ايه اللي انت بتهرتله ده؟ حياتك كلها ومماتك ومعاشك وكله من عند الله، لو اراد ان يعاقبك بذره من اعمالك ما كانش خلاك على وش الدنيا، كان جابك نصين. اختم لكم بقصه احد اصدقائي المبرمجين. راجل محترم وكده، حصلت له هبده جامده في حياته، فقد اليقين وما كانش حد جنبه للاسف، ولا انا ولا غيرنا يعني نقف جنبه، فيعني شويه ضعف ايمانيا، ويعني في الايمان بتاعه اتهز بشده وبقى ما بطل صلاه وبطل حاجات كده يعني، ما كفرش بس يعني مكسل في كل حاجه. فبدا نظره يضعف بشده لحد ما اصيب يعني بحاجه شبه العمى، يعني ما يقدرش يبرمج اكل عيشه، بدا يغلط، بدا مش عارف ايه. وبعد كده قال لهم على فكره انا الدنيا مش باينه قدامي خالص، وصل له مرحله ان الدنيا مدغششه قدامه مش قادر، قال لي وما فيش ولا حرف باين، قال لي بوست خالص. وقال رجعت لربنا وقعدت اهتدي وعارف ان ماليش علاج وخلاص عيني راحت، وبدا يحاول يشوف شغل بقى ايه باللي عنده بقى، ان هو يدرس وهو اعمى يعني، كان عن طريق الزوم والحاجات دي، وخصوصا جت الكورونا بقى نيلت الدنيا اكتر. المهم فسبحان الله تحصل المعجزه ان ربنا يكرمه وعين واحده تتعدل، وقالوا له ده كده في الاول وفي الاخر دي قدره ربنا، المخ فيه قدرات وحاجات احنا ما نعرفهاش. المخ قرر ان هو يرجع او يشغل اشارات معينه تعدل من الرؤيه لاحد العينين. قالوا ممكن تحصل في العين الثانيه ما نعرفش، ولكن اللي عندنا دلوقتي عين واحده هنشتغل عليها، هنحسنها، هنحافظ عليها، هناخد القطره بتاعت الشبكه شويه حاجات كده، وشغال بعين واحده ورجع يشتغل تاني. فقال نعمه ربنا عليا مش هنساها ابدا. وطبعا بعد ما قعد اعمى تماما ما فيش لمده سنتين او سنه ونص، بعد ما رجعت له جزء من البصيره قال لك الحمد لله احسن ما فيش. فده عارف البوزيشننج، عارف انا كنت فين وبقيت فين، عارف حجم نعمه ربنا عليه، عارف فرق اما جزء من النعمه ده يروح. فاهمين الفكره؟ وغير ده كله الجزء المهم جدا الجنه. قال لك احنا هنا هنعيش في الدنيا قد ايه؟ فبيقول يعني ايه؟ هو الراجل كبير شويه عنده 53 سنه، فبيقول يعني قريب هبقى معاش، هشتغل من منازلهم، ممكن اموت في اي وقت يعني خلاص بقى. يعني ممكن موضوع النظر ده اشاره يعني ان انا قربت. قال هقابل رب كريم، حياتنا دي قصيره قوي وبتاع، وبقى ركز في الاخره جدا. فالجنه هي دي هدفنا، دي حياة المقر المستقر، لكن الحياة المؤقتة اللي احنا فيها دي بتجمع فيها نقط بس. فانت الحياة اللي بتجمع فيها نقط بتفسد فيها، علشان تيجي في الحياة الأبدية تقعد في مكان فاسد، فخربت خسرت الاثنين. يا ريتك خدت الدنيا ولا الآخرة حاجة منها. إن الله وإنا إليه راجعون. خلصت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير وحفظ الله. السلام عليكم. إيمان ونوريكم في الفيديو.